مش قادره اقولك اتفضلي معايا. وانا مش قادره اسيبك. ما تيجي نروح اي حته، ناخد كاس، نسمع مزيكا، نرقص. معلش وقت تاني، انا اتاخرت قوي. انا حبيتك قوي. وانا كمان. تعرفي قد ما كنت متنرفزه وانا نازله، قد ايه انا فرحانه دلوقتي اني عرفتك. ميرسي. هنشوف بعض تاني؟ طبعا. طيب باي باي. باي باي. صباحي على خير. وانتي من اهلي. اسمعي، ما تنسيش اللي قلتلك عليه. قلتيلي على ايه؟ عليكي واحد. مع السلامة. باي باي. ايه ده يا بنتي، كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت في السينما للساعة 2. كان معي بنات صحابي، وبعد ما خلصنا الفيلم اشترينا سندوتشات. الجيران لما يشوفوكي راجعة في الفجر يقولوا ايه يا بنتي؟ ربنا يكفينا شر الناس وكلامهم. انتي لسه بنتي يا حبيبتي، وسمعتك تاب فوق راسك. تصبح على خير. بونسوار. سعيدة يا بابي. سعيدة يا حبيبتي. عامل ايه الليلة دي؟ زي كل يوم. معلش عن اذنكم. رايحة فين؟ ما تقعدي معانا شوية. معلش يا بابي، اصل تعبانة شوية وعايزة انام. طب يا حبيبتي على كيفك. عن اذنكم. مع السلامة. يلا يا سيدي. جاي. كم كم؟ بنتك حلوة قوي. كارت. طلع لابوها. انت فاكر نفسك حلو؟ ثلاثة كام؟ ما راحت عليك يا راجل. صلت فشر، انا هفضل حلو كده طول عمري. والسهرة حلوة، والترابيزة شعلان، والسمية سك. سمية مين؟ واحدة صاحبتي كانت في الكويت وجت امبارح. لو كنت جيتي امبارح كنت اتبسطتي خالص. على العموم ما تنسيش الخميس الجاي لازم تيجي. ان شاء الله. طبعا حاجي. صباح الخير. ايه؟ خصمان؟ حقك عليا يا ستي. أنا غلطان. أنت مين؟ أنا مين؟ أنا عزت. عزت؟ آه. عزت بتاع امبارح. أيوة بتاع امبارح. ما خلاص، امبارح فات. بابا يا سمير أشوفك بالليل. بابا يا راح قلبي. أنت اسمك إيه؟ نعم. اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ سميرة. اسمك ايه؟ انا عزت. عزت؟ اه، عزت بتاع امبارح. وانا كل ما اروح في حته الاقيك في وشي. انت عايز مني ايه؟ انه يجيلك مزاج تتعشي معايا. فين؟ مطرح ما يعجبك. وتبطل تطاردني؟ اوعدك. الليله دي انا سهرانه عند واحده صاحبتي، تحب تسهر معايا؟ ما بحبش اصحابك دول. يبقى مره تانيه. اوكي، باي باي. هنسهر سوا الليلة دي؟ فين؟ عند واحدة صاحبتي هعرفك بيها، عاملة بارتي يجنن. أيوة بس الليلة دي أنت عارفة. نسيت. هاتي وتعالي يسهر معانا. يمكن ما يرضاش. حيرضى، ده أنتوا هتنبسطوا قوي. العنوان أهو، تعرفي ما جيتيش؟ هزعل منك. أما أشوف. أوكي، باي باي. مع السلامة.
عشان يا بنتي يا جدك كنت يا ده انا عسوس. بس بالغلق اللي معاكي ده وتيجي تسهري معاه؟ مرة جاية ان شاء الله، عن اذنك. اتفضل. مالك يا عسوس؟ البت دي هتجنني. حسن، انا معايا فلوس. انا عارف. خليهم معاك. لما احتاج هقول. تزعلنيش حسن، انت حاسس ان دلوقتي بقابلك عشان الفلوس؟ مبروك يا حسن. مبروك يا ابو علي. مبروك على ايه؟ ده خيبه تقيله. وهي طنطوس وحشه؟ طب دي جنة. انت رحتها؟ تلات اشهر لما روحي بقت هنا. من حيث؟ من حيث كله. قد كده وحش؟ ابدا، دي بلد جميله جدا. سرايات وبيوت، لكن بقى لا سهرات ولا قعدات ولا حاجات. ومن الساعه 10 خص. ده حظ ايه المنيل ده؟ أفندم. سوسن، صباح الخير. صباح الخير يا حسن. هقولك على خبر. زي الزفت. أنا اتنقلت طرطوس. أيوه طرطوس قبلي. إيه رأيك أنا هستلم العمل بعد أسبوع؟ إيه رأيك ناخد أجازة نسافر في أي حتة نقضيه سوا؟ تطلب نقلك لبلد اقرب. ده اللي في نيتي، بس بعد شويه. تعرف انك هتوحشني قوي. وانت كمان. دي مجامله من قلبي. سوسن. نعم.
اللي خلاكي؟ قصدي يعني الخوف، خوفي من بكره، خوفي من اول الشهر يجي وما اقدرش ادفع اجره البيت.